واصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته لليوم الثاني على التوالي في المعسكر التدريبي الداخلي والذي سيستمر حتى 9 من الشهر الجاري. وللمرة الأولى يتدرب منتخبنا بقيادة الهولندي بن فيربيك والذي اختار 26 لاعبا للمعسكر التدريبي الأول. وتدرب منتخبنا الوطني في الفترة المسائية خلال اليوم الأول، لكن اليوم الثاني من المعسكر شهد تدريبات على فترتين صباحية ومسائية للوصول إلى القائمة المناسبة والأساسية التي ستدخل مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019. ويستعد منتخبنا الوطني حاليا لمواجهة منتخب بوتان يوم 28 من الشهر الجاري في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية.